السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنقدم لكم قطيفة 2020 اللي نزلت في الأسواق في المحل اللي مارفين نديرو فيه. كما هذه في البداية عندنا قطيفة الهواء، راكم تشوفوا فيها هذه البيت تصبح هذه شحال المترة؟ تجي وهراني، تجي جندورة سامبل، هذه المترة تاعها 120 120 المترة. هاي بالألوان كما راكم تشوفوا فيها هايلة. أنا قطيفة هذه تاع بيجامة تاع جندورة تاع دار. هذه نبداو منها. هذه من فما، هي من فما. هذه كيف اسمها هذه؟ هذه في الفوتون، كامل في الفوتون. هذه كامله هكا فوتون، هذه كامل لي موتيف تاعها فوتون. فوتون وهي منوره. هذه تليق بيجامات شوميز دنوي. الميطرة تاعها شحال دير؟ 80 تاعها 60 تاعك شنو شتها 80؟ هذه خاطيه، هذيك لامبريمي برك، هذه لامبريمي اسمها، هذه فوتون لامبريمي كيما راكم تشوفوا فيها اخواتي. هاو البري تاعها 80000 الميطرة. هذه فوتون المنوره تليق بيجامات لي شوميز دنوي كيما راكم تشوفوا فيها، ما شاء الله الالوان. ها خاصه البيجامات اللي حاب ينسق يشري من هذه، يدير البنطالون تاعو تاعها من هذه، ويدير الفوقاني من هذه اللي كات. هذه وش هي؟ قطيفة هذه في الجلاسي رويال. هذه الجلاسي رويال شحال دير المترة؟ هذه دير 60000 المترة. 60 المترة هذه تليق كيما نقولوا حابين نديروا قندورة ميكرو مثلا مليحة الخرجة تصلح. كامل عرضها 180 والعرض تاعها يعني الطول تاع القماش 180 فيها طول زايد، مش كيما مارفين يلقاو متر ونص. قال وحدة تحتاج قندورة تاع زوج ونص دير غير زوج مترات فيها ولا زوج وربع، ما تحتاجش ياسر. هذه فيها هذيك في اسمها غلاسي رويال. غلاسي رويال كيما راكم تسمعوا، غلاسي رويال الميترا تاعها، الميترا تاعها 60000 60000 والطول تاع الميتراج تاعها 180، يعني اللي تحتاج قندوره مترتين ونص تشري مترتين تكفيها من العرض اللي فيها. زيد هذه وش هي؟ هذه اللي تليق فيستات، هذه الفيست ولا لي روب هذوك الخشان هكا كيما راكم تشوفوها راهي زي الصوف ولا كيما تريكو، تليق تريكو هكا كانه ليكات مفتوحه من الوجه. هذا في زوج يجي هكا ولا هكا؟ دوبل فاس هكا ولا هكا؟ شوفوا ما شاء الله فيها غير اللون هذا. فيها الفير برك، فيها غير الفير. هذه وش هي؟ هذه تاع ليكات لي روب. هذا ثاني قماش خشين حبيباتي للحجابات، روبات تاع الشتاء ما شاء الله فيها ثلاث الوان. هاي المترة تاعها 90000 كيما راكم تشوفوها، والبري بصح راهي هايلة مقطنة وباهية للشتاء، قش الخرجة تاع الشتاء. كاينة كيما ثاني هذي، كيما هذي ثاني أكارو مليحة للحجابات تاع الخرجة. وهذي هذاك باتشومو، هذا لا هذا اني هذا كل باتشومو بوا باتشومو باتشومو شين تاع لي روب تاع برا تاع لي ليكات فيها لي كولير. ها قداه اللون؟ هذه 100000 المترة باتشومو باتشومو. ها لي كولير تاعها 100000 المترة. هذه ثاني تليق الحجابات ما شاء الله، عم لي كولير اللي فيها هايلة. هادو هما القماشات اللي خرجوا في 2020 هايلين ما شاء الله. كاين حتى القماش هذا للحجابات، هذاك في اسمه هاو فيه قداه اللون؟ 1 2 3 4 الوان ما شاء الله. القطيفة هذي، القطيفة هذي كيفاه اسمها؟ باربي. لي كولير هذو واش هما؟ كولير فلاش سموهم هكا، حتى هذا كولير فلاش. كولير فلاش، كولير فلاش. البري تاعها المتر 80 متر، 80 في المتر. هاي فيها قداه اللون؟ 1 2 3 4 هكا 4 فيها قطيفة باربي. باربي والكولير فلاش المتر 80000. وهذا هذا شيء اسرع، هذاك في اسمه في البلوز.
بولور. بولور هذا تاع لبسه قطيفه بولور تاع الخرجه. يعني روب مونتو. فيها ثاني واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ست ألوان، شحال المترة تاعها؟ دير 80 المترة تاعها. 80 المترة تجي الحجاب مونطو لي فيست تاع الخرجة تاع الشتا. اللي فيها؟ الكولور تاعها ما شاء الله، هذه تليق للعرايس هكا حاجة سبيسيال. كاين ثاني هذا، هذاك فسمه. فورير هذا. هذا فورير اللي فيها الفوق هذا الكولور تاعها ما شاء الله، هذه تليق للعرايس هكا حاجة سبيسيال. كاين ثاني هذا، هذاك فسمه. فورير هذا. هذا فورير يديروا به البوليروات لي كاب تاع يليقوا الخرجة ويليقوا المناسبات. ثاني او في دو كولير روز ونوار ومعدس كما راكم تشوفي باهي ومتحف ما شاء الله. كاين ثاني هادو هكا الفوق، هادو تاع الخرجة تاع العرايس كما هذه. ثاني للنوار هذه راهي قطيفة، اخي هذه قطيفة قطيفة النوار هذيك. هذه هذه 4 ملايين و 200 قندوره، هذه 4 ملايين و 200 قندوره تحت العرايس تليق وهراني ما شاء الله. المهم هذه قطيفه تاع 2020. كاينه ثاني هذه، هذه ستيل هندي بعد 4 ملايين و 800 البريتشا، دير 4 ملايين و 800. هاي مشجره من تحت لفوق ما شاء الله. المهم هذو كل قطيفات اللي نعدت لكم. كاين ثاني نعدت لكم قماش تاع الخرجه، كاين قماشات بزاف كيما راكم تشوفوا ما شاء الله. محل فيه خير والخمير، ارواح وبرك تفضلوا مرحبا بكم في رود الشاويه في القهوه. اخواتي هاي محل اخر القطيفات والقماشات جاي في رود حميد الكحل. كيما كاينه قطيفه هذه ما شاء الله عجبتني، فاسمها هذه هذا قطيفة بروكار، هاي الميترة تاعها 60000. فيها الألوان بلونوي كرونا، هذا بلوفير نوار موف، هذه قطيفة الهواء. شحال الميترة تاعها هذه؟ هذه 95. 95 الميترة. وهذه كسمها قلت لي نسي، هذه قطيفة سكادا، هذه ثاني ما شاء الله، هذه الميترة تاعها 95000 هايلة. هاي هنا لبستها المانكا روعة، هذه كي تعودها خياطة متحوفة تجي هايلة ما شاء الله. هذه قطيفة معدسة ثاني تليق للمناسبات. شحال الميترة تاعها؟ هذيك 145. هذه 145 الميترة، هاملي كولير فيها ربعة الوان. ما هذه قطيفة الهواء ثاني فيها لي بيغل حجرة. هذا ثاني قماش تاع المناسبات. بيزو بيزو. هذه كيف اسمها هذه الإيني؟ رويال كلاسي. هذه رويال كلاسي 50000، هذه للمبتدئات حابين يطبقوا فيها يشريوها، مش غالية ومليحة. ها من الألوان اللي فيها. وراي من المليحة كما ربي يقول البائع. محل ما شاء الله فيه المليفة، فيه أقمشة. هاي الفودة اللي ما يعرفهاش هذه هي. شحال المترة تاعها؟ ده 90 المترة. هاي فيها ربع ألوان، هذه اللي درت بها الكراك المرة اللي فاتت. الأخوات اللي ما يعرفوهاش هذه هي الفودة فيها ربع ألوان، المترة تاعها 90000. هذه جلوة قطيفة تاع الجلوة، هذه ثاني 90000. هذه حسب المستطاع، كاينة أغلى من هاك بصح هذه اللي تحب تشري ودير بها تشري البري تاعها مليح. هذه قطيفة بروكار كيما راكم تشوفوا دايرها في الماكان، جات كاشكور ما شاء الله. هذا كاوتشيل هذاك اللي القطعة اللي من فوق هذا قماش القطعة كيما يقولوا له. شحال قندورة؟
وين هذاك بالمتر مدام دار 850 متر 850 متر تاعو. هذا هو قماش القطعه اللي يديروا بها وهراني، يديروا بها يديروا البلدي على النبي. ها خليكم دوكا حبيباتي نختم معاكم هذه الفساتين الجميله والرائعه، الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.